على رأي واحد صاحبي أنا بتبستر من جوايا ونسيت طعم الحزن. صحيح أنا يمكن أنا الآن في طريقي للمطار، ما فضيتش خالص سجل اليومين اللي فاتوا، كان عندي شغل، لكن قررت بقى قبل ما أودع بلد الجمال باريس أسجل لكم الفيديو ده. بس بما إني هنا حابب أقول إن أنا من أجمل الحاجات اللي كانت في باريس شخصية جميلة قوي اسمها مارسيل. فأنا بسلم عليه. بونجور. بونجور يا باشا. قلت لي بتبستر يعني إيه بالفرنساوي؟ باستيريزاسيون. ده إيه؟ باستيريزاسيون. بتبستر بالفرنساوي يعني باستيوريزاسيون. طبعا انا يمكن كانت دراستي عربي وانجليزي بس، فانا في الفرنساوي بطاطس يعني، حتى في الحروف ماليش في الفرنساوي. تاني كده يعني ايه؟ باستيوريزاسيون. قولها 10 مرات. باستيوريزاسيون. بعيدة 10 مرات. ايوه. فيمكن شخصية جميلة مرسيل بصراحة، انا يعني من اجمل الحاجات اللي لاحظتها فيه كلمة حبيبي. فيعني في المكالمة او في اليوم واحنا ماشيين كده 500 كلمة حبيبي، لدرجة ان انا حسيت ان انا بحبه من قلبي والله. ربنا يخليك يا رب. انا بس لان فعلا كنت مضغوط شويه، فانا لما شفت الرسائل اللي انتوا عايزين اتكلم في عليها، مواضيع، في مواضيع كتير مهمه هتاخد يعني وقت او محتاجه وقت طويل عشان اتكلم فيها، فانا اخترت موضوع بسيط كده بعض الناس سالوا عنه هتكلم فيه بروقان، وان شاء الله الرحمن بقى في الحلقات الجايه هتكلم بصوره اعمق على حاجات تانية. بس الاول عاوز اوضح نقطتين مهمين بالنسبة لي، مهم طالما انت بتتابعني على الصفحة تكون عندك وعي بيهم. لما يبقى عندي برامج في التلفزيون مهم تبقى عارف الهدف اللي معمول عنه الحلقة او ايه الهدف من الحلقة عشان تكون مدرك الموضوع، ما تبقاش قاعد متضايق. لو انا الحلقة بعملها في التلفزيون علشان اتكلم في موضوع بعمق وبتفصيل، اعرف ان انت هتبقى قاعد متنرفز ومتضايق، لان السياق الحلقة او هدف الحلقة ما بيكونش كده خالص. اي حلقة في التلفزيون بيكون هدفها ازاي الناس الملايين اللي بيتفرجوا، ممكن يكون فيهم ناس عمرهم في حياتهم ما سمعوا عن الطاقة، عمرهم في حياتهم ما سمعوا عن المعلومات اللي بنقولها دي، فلازم تكون معلومات بسيطة جدا، بدائية جدا، وفي نفس الوقت بتلاقي اسئلة من بعض المشاهدين. انت وانت بتسمعني لو سمعت السؤال هتلاقي نفسك بتسمع الإجابة اللي انا بقولها لاني قلتها كتير قبل كده، بس انا برضو بكون مراعي النفسية اللي بيتكلم وبديله الجواب بتاعه، لان هو في اللحظة دي وهو بيسأل بيكون مش عارف. فحلقات التلفزيون وانا رايح اعملها بكون عامل حسابي ان مشاهدين كتير بيكونوا في مرحلة بسيطة، فبكون ببسط جدا، والمذيعين كمان اللي انت ممكن تكون بتتضايق منهم او بتحس ان هما بيقطعوا كتير، هما نفسهم من تدريبهم ان هما بيبقوا عارفين اللي بيتفرج مرحلته بسيطة، فتلاقي المذيع او المذيعة بيتبنوا هذه الحالة ويسألوا اسئلة بسيطة عشان المشاهد يعرف الحل او يعرف الجواب. فانت طبعا لو لقيت السؤال ده بسيط بتبقى قاعد متضايق وانت ما تعرفش ان ده اساسا الهدف بتاع الحلقات. عشان كده لو نيتك تعرف معلومات عميقة جديدة من حلقات التلفزيون هتبقى قاعد متنرفز، دي حاجة. الحاجة التانية اللي بعملها بقى موازية ليها اللي هي حلقات الفيديو، بكون فيها بمسك موضوع بتكلم بمنتهى التفصيل، باخده ببساطة الأول واتعمق اتعمق اتعمق. فإذا كنت عايز الحاجة بصورة أعمق شوية، طبعا شوية مش بعمق أكتر، ده في الكورسات بقى أو الكتب إن شاء الله، لكن إذا عاوز الموضوع أعمق شوية هتلاقيه إن شاء الله رحمن في سيلفيديو. لكن سيلفيديو طالما أنا عندي حلقات في التلفزيون بوقفه شوية، أول ما بخلص الحلقات بقى وأبدأ أنطلق وسافر هتلاقيني بقى عملت حلقات إن شاء الله. دي حاجة. الحاجة التانية ودي برضو مهم جدا تبقى عارفها، إن أنا يعني مش لازم، لأن برضو كذا حد يقول لي لازم كذا لازم كذا، حلقات الفيديو المفروض إنها حلقات خفيفة. لما عملت الكومنت امبارح أو سألت عاوزين أتكلم في إيه، 800 كومنت جاي لي بمواضيع تقيلة كبيرة، مواضيع ضخمة، ده مش هينفع يكون في الفيديو. الفيديو محتاج حاجة خفيفة. يمكن الفترة الجاية إن شاء الله هبدأ أجاوب الأسئلة،
فحاجات خفيفة كده سريعة، لكن المواضيع التقيلة أو الكبيرة اللي محتاجة كلام ووقت طويل وتمهيد وعمق والكلام ده هعملها في حاجات تانية إن شاء الرحمن. يعني الفيديو هيبقى الحاجات الخفيفة، وهعمل حاجة موازية لي أكتر يبقى في الحاجات العميقة، بحيث تبقى الحلقة مدتها يعني 40 دقيقة ساعة بالتفصيل في موضوع معين من أوله لآخره إن شاء الله. ده في الحلقات القادمة. النهاردة بقى بما أني في الطريق للمطار وعشان ما ادوش مارسيل خليته يطفي الراديو عشان اسجل هتكلم عن سؤال حد سأله على الصفحة عن الأحجار اللي بتتباع وانها بتسحب الطاقة، فهل الكلام ده صح ولا غلط، وهل في نصب ولا مفيش نصب. فعايز اقول هنا معلومة دقيقة شوية من وجهة نظري. كل انواع الأحجار اللي موجودة في الطبيعة، في أحجار بتؤثر على الطاقة بتاعت الإنسان إما بالسلب أو بالإيجاب، ويمكن الأحجار الكريمة معظمها بتسحب الطاقات السلبية، ولكن لازم تكون عارف كذا معلومة، وياريت تنشر الفيديو ده للناس اللي بتستخدم الأحجار. أول حاجة، الأحجار الكريمة مثلا زي الألماز بيعمل توسيع لمراكز الطاقة في الجسم. يعني مركز الطاقة مثلا لو قطره مثلا 5 سنتي، لما تلبس حجر كريم في ايديك او في اي حاجه، او انت مثلا شايله حطاه في ملابسك او في الاكسسوار او في المجوهرات بتاعتك اقصد، بيعمل توسيع لمراكز الطاقه. يقوم ايه اللي يحصل؟ لو كنت سعيد هتزداد سعاده، ولو كنت متضايق هتزداد ضيق. عشان كده لو انا بمر بحاله سلبيه وحاله من المشاعر السلبيه، ابعد وابعدي عن التعامل بالاحجار الكريمه طالما مش دارسين الموضوع، لان الموضوع ده فيه دراسه وفيه كلام كتير، انواع الاحجار بقى والوانها والكلام ده، فده فعلا بيؤثر على الطاقه بتاعت الجسم. ثانيا، ودي مهمه قوي، لو انا هتعامل مع الاحجار لازم اكون عارف انها بتسحب من طاقات الاشخاص اللي اتعاملوا بيها، وبالتالي معظم الأماكن اللي بتتعامل بالأحجار الكريمة بيكون العمال اللي بيقطعوا الأحجار وبيتعاملوا معها كلهم من درجات دنيا في المشاعر السلبية. الله أعلم بقى الشركات اللي بتعمل الكلام ده ممكن تكون بتضطهدهم أو ضغط عليهم، فكل المشاعر السلبية اللي العامل بتكون متخزنة جواه بتطلع في الحجر ده وانت ما تعرفش، انت بتيجي تلبسه وبالتالي ممكن تنقل لك مشاكل من الاشخاص اللي كانوا بيتعاملوا معاه. فاذا عاوز اتعامل مع الاحجار او عاوز اتعاملي مع الاحجار، اقروا كويس قوي في الاحجار الكريمة وتأثيرها، اقرا ازاي تنظف الحجر بمنتهى السهولة. في يمكن طريقة بسيطة جدا ان يتحط في مية وملح لمدة يوم او يومين في الهواء الطلق او في الشمس. في بعض الناس بقى اللي دارسين اكتر طاقة ممكن يعمل برنامج طاقي على الحجر بحيث يعمل فورمات او تنظيف للطاقة منه بمنتهى السرعة. يمكن انا بحكم ان انا ما بحبش اربط نفسي بالاشياء المادية يعني كاحجار وكده، انا قلت انها ليها تأثير، ولكن علشان احمي نفسي من التأثير ده انا ما بتعاملش اصلا. انا عارف ان احنا كل شيء مسخر لينا، وبالتالي انا لما اعمل بعض التدريبات واكون دارس كويس قوي، يمكن شهر رحمن هتكلم عن الطاقة بصورة مفصلة قريبا باذن الله، بعمل بعض التدريبات عشان افرغ الطاقة السلبية من عندي واشحن طاقة بوزيتيف، فده بتخليني اساسا مش محتاج لاي شيء من الحاجات دي، وانا بحب الطريقة دي، بحب ابقى حر انا اللي بنظف الطاقة براحتي، بعمل تدريبات مديتيشن الكلام ده بوعي عشان اقدر احمي نفسي. وخصوصا ان بعض الناس بدأوا يستغلوا جهل الجميع او معظم الناس عن الطاقة، وبدأوا يقولوا بقى احجاره بتعمل كذا وبتعمل كذا وكلام انا بشوفه بصراحة يعني خزعبلات اكتر مما تتخيل. شكلنا وصلنا فهكمل بقى بالتفصيل ان شاء الله رحمن مرة تانية، واشوفكم على خير من باريس، يعني مدينة الجمال الرائعة. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي. باي باي مرسيل. باي باي حبيب قلبي. باي باي حبيب قلبي، عجبتني حبيب قلبي دي. باي باي. استنى استنى ما تقفلش. لقيت وقت. يمكن كان عندي يعني لما وصلنا المطار قلت مش هلحق، لكن الحمد لله لقيت في وقت، لسه في وقت على الطياره. بحب اوصل بدري عشان ابقى مرتاح كده وقاعد بهدوء، فهنتهز الوقت ده عشان نكمل الكلام عن الاحجار. ويمكن من طالما بنجيب سيره الاحجار، مهم جدا اتكلم عن الحجر الاسود. انت عارف ان الحجر الاسود نزل لونه ابيض كلون اللبن، واسود ده من ايه؟
من ذنوب بني آدم. فكرت فيها قبل كده، يعني إيه سودة من ذنوب بني آدم؟ يعني إيه سود؟ أنا النهاردة عامل ذنب أهو، ورحت عملت عمرة مثلا ولا طفت حوالين الكعبة، إيه اللي هيخليه سود؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ يسود يعني إيه؟ ضربت أنا واحد النهاردة، هو هيسود ليه؟ في الطاقة بقى بنقول إن أي فعل سلبي أنت بتعمله بتحصل على طاقة سلبية من درجة الفعل اللي أنت عملته. هذه الطاقة بتفضل موجودة حوالين القلب وطاقة الجسم إلى أن تستغفر أو تخرج في شكل مرض، أو يوم القيامة بقى هتتحط على الميزان وهيتوزن طاقاتك اللي هي أفعالك، طاقات أفعالك أنت حرير الدقة، كم الطاقات السلبية اللي عندك وكم الطاقات الإيجابية اللي عندك. الطاقات الإيجابية النورانية إلى الجنة، لكن الطاقات السلبية إلى النار. محدش هيقدر يعدي إلى الجنة إلا لما يحرق كل الطاقات السلبية اللي هو عملها. فالأحجار هعيد كلامي تاني بدقة، الأحجار فعلا بتأثر في الطاقة، ولكن لك خيارين: خيار انك تقرأ كويس قوي وتدرس كويس قوي قبل ما تتعامل معها، يعني ما تاخدش الكلام من حد، خد الحجر ده بيعمل لك كذا وبيعمل لك كذا. ليه؟ لان هتلاقي نسبة كبيرة، انا بشوف من غير ما اسمي اسماء، ناس كتير بتستغل الموضوع ده كويس قوي بطريقة سلبية يعني، وانا يسئني الكلام ده، وطبعا بيدوا فرصة بقى اللي بيهاجم الطاقة يتكلم والكلام ده، ويبقى عنده مادة للهجوم وللسخرية او الانتقاد. الاختيار التاني يبقى اول اختيار تدرس كويس قوي وتعرف وتشوف كذا مصدر عشان تتعامل مع الاحجار دي، او انك تكون حر زي ما انا بحب اكون حر. يعني ايه حر؟ يعني هفهم الطاقة نفسها عشان ابقى فاهم ازاي افرغ الطاقات السلبية من جسمي، ازاي اشحن نفسي طاقة بوزيتيف، وبالتالي مش هحتاج لاي شيء في الكون. انا مش محتاج اكون معلق حجر ولا ماسك حجر ولا حط حجر جنبي عشان يسحب لي الطاقة. ويمكن دي الطريقة اللي بحبها واللي بفضلها، ويمكن بتكلم فيها في كورسات كتير مع الشباب، عشان تكون حر. الاشياء كلها مسخرة ليك، مفيش شيء بيأثر فيها الا بقرار مني شخصيا، ودي نعمة ربنا سبحانه وتعالى مديها لي. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أنت عندك أدوات وعندك حاجات بوعي، لو أنت وعيها هتقدر تخلص من أو تتخلص من كل الطاقات السلبية دي بمنتهى البساطة جدا. أيهما أهم وأعلى؟ أنا بقول لك وجهة نظري التانية وأنت ليك الخيار. أيهما أهم وأعلى؟ إن أنا أحط حجر قدامي وأبقى قريب منه فيسحب الطاقات السلبية مني ويشحني طاقة بوزيتيف، ولا أكون متصل بالله وقريب منه فتتسحب وتتدمر كل الطاقات السلبية وتشحن من المصدر الرئيسي للكون كله وتبقى حياتك جنة؟ لك الخيار. وما ينفعش أحطها في وقت يعني في مجال مقارنة، ولكن أنا بقول أنا بحب إيه. مش معنى كده إن اللي بيستخدم أحجار إنسان سلبي، او اللي بيستخدم احجار بعيد عن ربنا. مش شرط، ما انا ممكن اخد دواء انتي بايوتك، ما ايه المشكله يعني؟ انت لو قريب من ربنا اصلا مستحيل تمرض معايا. ولكن في ناس بيبقى ما عندهمش الوعي الكافي، او ما عندهمش المعلومات الكافيه، او مكسل، او بيستسهل، او الى اخره، وبالتالي او درس موضوع الطاقه في الاحجار بدقه بدا يتعامل بيه. دي كلها خيارات، لكن انا لا احب ده. يمكن دي كانت حلقه سريعه كده، وهكرر تاني حلقات الفيديو ان شاء الرحمن هتبقى حاجات خفيفه. يمكن الفتره اللي فاتت طولت شويه، كنت رايق شويه وبتكلم بصوره اعمق، زي مثلا موضوع التطهير القلب من الاثام وموضوع الحسد والكلام ده، لكن الفتره الجايه ان شاء الله هتبقى الفيديو حلقات خفيفه، وهعمل موازي ليها حاجات بقى متعمقة
اكثر تفصيلا، لان الفيديو خفيف، كل ما تجيلي فكره كده هعملها، انا مسافر ما عنديش وقت اسجل او اقعد بقى اجهز، ففي اي مكان كده في اي حته هسجل سريعا. لكن الحاجات العميقه محتاجه تركيز، محتاجه وعي، محتاجه اكون مجهز لها وصاحي لها، او مثلا عندي وقت مساحه من الوقت فاضي عشان همنتج وهحط حاجات، ممكن احط صور، احط فيديوهات تقرب الصوره اكتر، فدي هخليها منفصله ان شاء الله في شيء جديد. بالمناسبه الناس اللي سالت على يعني ايه بتبستر، البستره هي اللي بيحصل للبن لما يكونوا بيغلوه قوي قوي وبعد كده يقوموا معرضينه فجاه لدرجه حراره بارده عشان يخلوه معقم، وبالتالي دي اسمها عمليه البستره اللي مارسيل قالها بقى بستراتيشن دي. يمكن قعدت اخليه يقولها وانا اقول وراه كتير عشان احفظها وبرضه ما حفظهاش. فهي البستراتيشن اللي هي البستره هي عمليه الانتقال من البرد للحار والحار للبرد، وده اللي عمال يحصل لي اليومين دول. فانا دلوقتي الدنيا برد جدا في باريس، مش جدا برد في باريس، ويمكن رايح الخليج دلوقتي فهروح للحر فوق الخمسين درجة مئوية، فأنا بتبستر بقى. وعلى رأي صاحبنا، لا مش صاحبنا، دي كلام سلبي، على رأيي أنا يعني زبطتها شوية، أنا بتبستر من جوايا ونسيت طعم الحزن. باي باي.